قسم معكم الإقصاء القرار السياسي. واللي صراحة من بين الحوايج أنني قبل ما نجي للعرايش بديت كنقلب على التران باش نجي للعرايش، وأنا اصطدمت صراحة أن ما عندكمش لاكار، ما عندكمش مدايز السكة. أنا اللي عندي يعني في اللاوعي ديالي وفي الوعي ديالي كانت لا قلبت، من بعد قلبت ولقيت بأن كانت قبل الاستقلال وبعد الاستقلال ما بقاش، يعني هذا نورمال الأمور عندنا كتمشي يعني بالعكس. الوقيته اللي خصها يكون طام، يعني خصوصا انا كنشبه يعني كنت في اسبانيا، كنت يعني كتشبه المدن الاسبانية صراحه، كتلقى فيها طرام وكتلقى فيها صراحه يعني مناطق سياحيه، يعني مدينه جميله جدا بأناسها يعني تستحق الاكثر صراحه. وهذه دعوه للمسؤولين باش يعطيو الاهميه لهذه المدن، ما تديهمش تطوان وطنجة، راه كاينه العرايش يعني بالامكانيات ديالها الاقتصاديه والسياحيه وبالناس ديالها صراحه اللي هما يعني كيقبلوا الاختلاف، وكنشوف هذا الشيء في الوجوه وفي التعامل ديال الناس، يعني ليا الشرف باش نكون في الندوه هذه. شكرا. اذا اسمح لي، كان حتى المطار ايوا غتزاد انني اصطدام ديالي لان كاين المطار. شكرا. اذا الحديث ديالنا كنهضروا على القانون الاطاري، اللي هو قانون اللي دار اللغط، لان علاش؟ لان الفاعل الحقيقي اللي خصو يعني في الحقيقه يناقش هذا القانون هو الفاعل التربوي والناس المختصين، لان خلينا هذه الامور هذه في ايادي يعني المزايدات السياسيه وحتى التحليلات الفيسبوكيه والتحليلات ديال الجرائد، حتى ولينا ما عرفناش حقيقه اش كاين في هذا القانون الاطار. وكما قال الاستاذ مصطفى يعني تاج، على اساس راه حتى مجموعه من الناس الفاعلين التربويين يعني ما طلوش على هذا القانون الاطار، ولينا كنهضروا وكنقزموه لجوج حوايج، ان قانون الاطار جا باش يفضل فرنسيا ومجانيه التعليم. هذا الشيء اللي راه شفتوا الجرائد وشفتوا اللغط اللي كاين في الفيسبوك الى غير ذلك، والناس وصلوا حتى داروا يعني عرائض ضد القانون وضد فرنسا التعليم الى غير ذلك، ودخلوا الاحزاب السياسيه في هذا الجدال. اذا القانون الاطار كما تفضلوا الاخوان الزملاء هو جزء من خريطه الطريق التي تنهجها الوزاره، هو جزء واخر محطه من محطات الاصلاح ديال المنظومه التربويه. ملي نهضر الزميل عواد على الكرونولوجيه، على اساس راه عندنا ميثاق وطني للتربيه والتكوين اللي هو راه مازال راه الرؤيه الاستراتيجيه ما هي الا تسريع لوتيره ديال الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، لان كل 4 سنين كنجيو كنديروا التقييم كنشوفوا فين وصلنا، من خلاله كنجيبوا بحال قلتي واحد الدواء ولا واحد التريتمون على اساس ديالو باش نحاولوا نسرعوا داكشي اللي جا اللي كاين في الميثاق الوطني للتربيه والتكوين. ما كاين حتى جديد، يعني دار المجلس الاعلى للتعليم للتربيه والتكوين على هذا الاساس، على اساس انا كنسمي حكومه تضيل لوزاره التربيه الوطنيه على اساس هو كيقترح، ولكن راه هاد الاقتراحات راه الزاميه لوزاره التربيه الوطنيه للدور ديالها غير التنفيذ اذا هي مجموعه من التوجهات والمبادئ ومواد الاصلاح للمنظومه التربيه والتكوين في المغرب. وفي الاخير واحد القانون الاطار على جدار، لان عنده ديك القوات الالزاميه وباش يكون اشراك ماشي غير وزاره التربيه الوطنيه اللي غتحمل المسؤوليه، لكن باقي الشركاء على اساس نهضروا، لان هذا الشيء كنربطوه بالجاليه التعليم، لان اللغط اللي كاين ومنين كترجعوا القانون الاطار كتلقاو المجانيه كيسطروا عليها مزيان والتناوب اللغوي كيسطر عليها مزيان، على اساس باش يشرحوا للناس راه التناوب اللغوي ها هو التعريف ديالو غنقراو، وحتى مجانيه التعليم نقراو ونعرفوا حتى ما بين السطور بالنسبه للمجانيه اش كيعني بها. اذا كان الهدف ديالو تفعيل مقتضيات الرؤيه الاستراتيجيه كاطار تعاقدي ملزم للدوله وباقي الشركاء. انا كيقول لك عندنا الشركاء اللي هما غيحاولوا يمولونا ها الاصلاح، ماشي غير الدوله ولا وزاره التربيه الوطنيه اللي تحمل المسؤوليه، لكن باقي الشركاء الهدف ديالو
كما قالوا الإخوان عندنا ثلاثة. أولا كيقول لك تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، ثم الجودة، ثم الارتقاء بالفرد والمجتمع. منين كنرجعوا للتقرير الأخير اللي هو تقييم الآثار ديال 2018، راه درسوا هاد الثلاثة هادو. قالوا لك بأن تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص فتنا 50%، هادشي اللي قال المجلس الأعلى للتربية والتكوين. ولكن بالنسبة للجودة وبالنسبة للارتقاء بالفرد والمجتمع ما وصلناش للنصف، لأن قالوا على أساس كما كاين في القانون الإطار كل 3 سنين غيدار هاد التقييمات الدولية على أساسه واش حنا غاديين في المسار الصحيح في تطبيق الرؤية الاستراتيجية. ولكن منين تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص يعني دائما يكمل، لأن من بين المكتسبات اللي درس عليها الرؤية الاستراتيجية كتقول لك المكتسبات هو تعميم التدرس في تفريغ الفرعيات. راكم عارفين مرشحين كيجيو كيقولوا له جيبوا لنا الفرعيه، جيبوا لنا الاستاذ، جيبوا لنا كذا كذا. على مستوى التعليم حنا حققنا مجموعه من المكتسبات، ولكن على مستوى الجوده مازال كاين والو. وعلى مستوى ارتقاء الفرد والمجتمع وندمجوا الفرد في المجتمع الاقتصادي مازال ما وصلنا والو، يعني مازال ما فتناش النصف. والهدف ايضا هو إرساء مدرسة جديدة منفتحة ومفتوحة أمام الجميع، وتعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع التلاميذ دون تمييز. هذه من بين الأهداف اللي كيهضر عليهم قانون الإطار، لأن غنحاولوا باش كنعطيكم مجموعة أش كاين في قانون الإطار، وحتى الدراسة ديالنا والقراءة ديالنا لهاد الكلمات راه مهم جدا. إذا قانون الإطار فيه 10 أبواب، اللي الباب الأول حدد مجموعة من التعاريف ديال مجموعة من المفاهيم، واللي منها التناوب اللغوي. علاش عرفوهم؟ لأن كاين هاد اللغات وكاين مجموعة يعني في الجريدة غير ذلك، ومجموعة من الفرق البرلمانية إلى غير ذلك. عرض على أساسه أش كاين فيه؟ كيقول لك التناوب اللغوي، مقاربة بيداغوجيا، وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات بهدف تنويع لغة التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة هي العربية والأمازيغية، وذلك بتدريس بعض المواد ولا سيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية. هنا كيقول كودي غندرسوا بعض المواد وخصوصا العلميه والتقنيه باللغات الاجنبيه، يعني بالفرنسيه وبالانجليزيه، الى جانب عندنا اللغات الوطنيه العربيه والامازيغيه. اذا غنحاولوا نرجعوا يعني كما كان التعليم شحال هادي، على اساس كنقراو الرياضيات الماتيماتيك، وكنقراو العلوم، ونقراو مواد اخرى تقنيه باللغة الفرنسية، غنعاودو نقراوهم، وتبقى اللغة العربية واللغة الأمازيغية اللي هما اللغات الوطنية. مجموع كاينين المواد اللي غنقريوهم بالعربية، والأمازيغية كنقريوها كلغة اللي عندها 3 سوايع في الأسبوع. إذا بالنسبة هدف ما يخص التناوب اللغوي غير نفهمو، بالنسبة للمجانية المادة 45 من القانون الإطار أش كتقول؟ الدولة تضمن مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته. هنا الدولة قال لك أودي راه كنضمن لكم المجانية، وتعمل على تعبئة وضمان كل الإمكانيات المتاحة. مهم هذا المتاحة. المتاحة كيقول لك الشيء اللي عندي، ما حققتش الجودة هنايا، ما وصلتش مثلا الفرعية هنا، ما وصلتش التعليم لهنايا، مجموعة من الإمكانيات، مجموعة من الوسائل، كيقول لك هادشي اللي عندي هذا هو المتاح. المتاح ليجعله في متناول كافة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة. إذا هذا هو الدولة كتقول لك راه كنضمن لك المجانية، حتى واحد ما غيخلص التعليم العمومي، لكن في إطار المتاح. هذا الشيء اللي كاين في القانون، وقانون ملزم لانه مهم جدا. بالنسبه للماده 31 اللي كتهضر على الهندسه اللغويه،
اذا كيما قال الزميل العواد هو عندنا ملمح. هو علاش دارت 15 سنه؟ علاش كنقولوا الرؤيه الاستراتيجيه 2015-2030؟ لان كنقولوا المتعلم الى دخل تحضيري مثلا في اي 2015-2030 غيوصلنا لبكالوريا. دونك من خلال واحد الملمح ديال المتعلم منين اللي غيشدنا البكالوريا شنو هو بالنسبه للغات؟ اتقان المتعلم للغتين الرسميتين. المتعلم في البكالوريا في 2030 اللي قراو في 2015 خصهم يتقنوا اللغتين الرسميتين العربيه والامازيغيه واللغات الاجنبيه، ولا سيما في التخصصات العلميه والتقنيه مع مراعاه الانصاف وتكافؤ الفرص. كايقول لك اعتماد اللغه العربيه لغه اساسيه للتدريس وتطوير وضع اللغه الامازيغيه في المدرسه ضمن اطار عملي وطني واضح ومتناغم مع احكام الدستور باعتبارها لغه رسميه للدوله ورسم المشترك غير ذلك. ارساء تعدديه لغويه بكيفيه تدريجيه ومتوازنه تهدف الى جعل المتعلم الحاصل على البكالوريا متقنا للغتين العربيه والامازيغيه ومتمكنا من لغتين اجنبيتين على الاقل. سوف يكون متقن اللغه العربيه والامازيغيه بجوج اللغات والفرنسيه والانجليزيه على الاقل، غيزيد الاسبانيه هنا على الاقل خصو يكون عنده جوج لغات اجنبيه. ثم كاين اعمال مبدا التناوب اللغوي في التدريس كما هو منصوص عليه في الماده 2، والعمل على تهيئه المتعلمين من اجل تمكينهم من اتقان اللغات الاجنبيه في سن مبكره الى غير ذلك. هذا فيما يخص يعني الهندسه اللغويه اللي عندنا في القانون الاطاري. اش كتقول؟ كل لغه عندها الوظيفه ديالها في المنظومه التربويه. ناضوا مجموعه من شتوما يعني عايشتوا هذا الشيء فيما يخص مجموعه من الاحزاب السياسيه، مجموعه من الفعاليات ناضوا ضد ما يسمى بفرنسه التعليم او فرنسه مجموعه من المواد العلميه. وكنعرفوا منين كنرجعوا على لو ستاتيو، لو ستاتيو ديال لا لانغ فرونسيز هو واحد ستاتيو اللي هو غامض اللي هو اومبيغي ما عرفناش. اللغه الفرنسيه ماشي هي لغه رسميه، اللغه الفرنسيه ماشي لغه وطنيه، لكن اللغه الفرنسيه عندها حضور ديالها اللي هو اساسي لا في المنظومه التربويه لا في التعاملات ديالنا الاقتصاديه. ضروري حقين هذا الحضور ديال اللغه الفرنسيه رغم ان هذه اللغه هذه كيسميوها لا لونغ دي كري، يعني لا لونغ اللي الناس كيقولوا ودي خصنا نحيدو ما قابلينش هذه اللغه، ولكن في المقابل كنلقاو بان الناس باغين هذه اللغه. راه عندنا واحد البارادوكس، المغاربه كيمشي كيخصم فلوس على ولدو في المدارس الخاصه وفي ليميسيون، وهاد الناس السياسيين اللي كيخرجوا لنا في التلفازه كيقولوا لك اسيدي خصنا نخليو اللغه العربيه ولغتنا والامازيغيه الى غير ذلك. كتلقى راه مسجل ولدو في لي سيديكات، ومسجل ولدو في ليميسيون، ومسجل ولدو في المدارس الخاصه اللي هي غاليه، هي ساكوشير، وكيقرا اللغه الفرنسيه واللغات الاجنبيه الاخرى. ولكن في الخطاب ديالنا اللي كان منقوه والخطاب ديالنا اليومي باش نبينوا الناس الوطنيه والاهتمام ديالنا باللغه ديالنا الوطنيه، كنقول لهم لا، وهذا الشيء راه خصنا الفرنسه والتعليم ديالنا غادي في الهاويه الى غير ذلك. والارقام كتبيناش كنا من 1960 كان عدد الساعات اللغه الفرنسيه كان 3000 ساعة بالنسبة للابتدائي، 3000 ساعة من 5000 ساعة 5400 المتعلم كيقرا من المستوى الأول للمستوى الخامس ديك الساعة شهادة كان كيقرا 5400 ساعة، والفرنسية 3000 ساعة من 5400. مع سياسة التعريب، وللأسف كاين عز الدين العراقي هو اللي تبنى هذا المشروع. يعني من الثمانينات، من الثمانينات بدا ما يسمى بسياسة التعريب اللي دار واحد التعريب كوكو تمينون. في واحد النهار اتفقنا قلنا ودي خصنا نرجعوا للغة العربية. نضنا في ظرف سنة
عوديه واحد السيد واحد الاستاذ شارك في اللجان ديال التعريب قال لك جلسنا كنديروا التعريب ديال المصطلحات ديال الفيزياء قالك ما لقيناش صراحه قالك لان خاص مجهود قالك الوزاره كيقولوا لنا في ظرف شهرين خصكم تعطيو لنا المصطلحات ديالكم قالك بدينا غير كما كنقولوا بالدارجه ديالنا كبر وعطي العور وفي الاخير على اساس سبتمبر باش يكون كلشي واجد يكون الكتب كاملين واجدين باش نقولوا احنا عرفنا الفيزياء وعرفنا الرياضيات احنا كنقريو يعني باللغه العربيه اللي هي لغتنا وقلنا اللغه الفرنسيه الله يعاونك اللي هي لغه المستعمر في الحقيقه من 80 راه خصنا كما قال يعني الاستاذ خصنا نحاسبوا هاد الناس راه من 80 ل 2015 كتقول لي انا رجع نقري الرياضيات بالفرنسيه وهاد الاجيال راه جرائم دارت في هاد الاجيال ملي كتقري العربيه حتى البكالوريا كيمشي لافا كيلقى الفرنسيه وكيلقى الانجليزيه وفي الاخير كتقول لي كاين فشل دراسي كاين الى غيره انت اللي فشلتي هاد الانسان ما كاينش شي واحد كيبغي يفشل الوضعيه اللي حطيتي هاد السيد هي اللي فشلاته اذا هاد الناس وما كاينش اللي حاسبو ما جلسناش شي نهار نديرو شي مشروع معين ولا شي وزير دار شي زبله معينه هادو راه الزبايل هادو بهذا المعنى هذا وسمحوا لي على هذه الكلمات ولكن صراحه يعني باش بدا نديروا تجارب في ظرف شهرين ولا ثلاث شهور وكنخرجوا قرارات حاسمه وكنضربوا في الاجيال على اساس نبينوا الوطنيه ديالنا وفي الاخير راه الهدف هو اننا كنقسموا مجموعه من الكفاءات يعني ضاعوا من 1980 اللي درنا سياسه التعريب ماشي قضيه سياسه التعريب دابا اللي فيها المشكله هو سياسة التعريب يعني بشكل عشوائي ما كملناش كون أن كملنا راه ماشي المشكل هنا في اللغة العربية المشكل في الشكل باش درنا التعريب بشكل باش درنا وما أي لغة راه الناس الجابوني كيقرا بالجابونية بلغته الأصلية وحتى حنا عندنا جوج لغات وطنية نقراو باللغة ديالنا الوطنية وهنا كما قلتي على الصورة نقولوا على اللغة لأن الناس ديال الطربية كيقولك إذا بغينا نحققوا ما يسمى بلا سيكوريتي لانغويستيك عند المتعلم أنا ماشي بالدرجة الأولى يعني من الحصة الأولى ندير ليه لغة بعيدة عليه على الأقل تكون ما يسمى بواحد الفترة ديال ما يسمى ما تكونش ديك لاغيكتور واحد القطيعة ما بين الدروج القطيعة ما بين المدرسة والأسرة راه بحال كنقولوا للمتعلم داك الشيء اللي قريتي اللي علمتك الأم ديالك في الدار خليه في الدار هنا مدرسة عندنا حاجة أخرى على أساس المدرسة راه كنكونوا شي إكستراتيغيست كنكونوا شي واحد اللي ماشي من هذا المجتمع إذا كيما خصنا نحيدوا الأسوار خصنا نحيدوا حتى العوائق اللغوية ولي زوبستاكل لانغويستيك اللي كيتخبط فيها المتعلم المغربي نعطيو القيمة للغة ديالو لغة الأم نعطيو القيمة ديالو من خلال تمثلات ديال المتعلم راه الطفل الصغير عنده تمثلات باللغة الأم ديالو عنده تمثلات ولكن كنجيو للمدرسه كنعطيو عوائق لغويه ما يقدرش يعبر على التمثلات ديالو والتربيه والناس ديال التربيه كيهضروا على اهميه التمثلات في بناء المفاهيم التربويه